بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذة زهرة خبراز. في هذا المقطع سنتحدث عن وسم تيبل في منهاج الصف الثاني الثانوي العلمي مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحدة الـ HTML هي الوحدة الثالثة. عندي الوسم تيبل كما تلاحظون له بداية وله إغلاق، وهنا عندي القيم التي يمكن إضافتها لهذا الوسم. سأقوم بفتح هذا الملف الذي قمنا بإنشائه سابقا. سأترك رابط الفيديو أسفل هذا المقطع. عندي هذه الصفحة، أضغط عليها نقر يمين ثم أختار فتح باستخدام وأختار المفكرة. هذا ما كنا قد جربنا سابقا. الآن سنضيف وسم التيبل، سأضعه هنا. سأزيل هذا تيبل. سنجرب بداية. عندي القيمة align يساوي center، وعندي وسم الإغلاق table. بعد ذلك نلاحظ إذا علمت أن TH يستخدم لتعريف الخلايا التي تشكل ترويسات، يعني رأس العمود، هذه تمثل TH table header اختصار لهذين الكلمتين. عندي TR table row و TD هي البيانات. كيف نطبق ذلك؟ نعود إلى هذه المفكرة. هنا داخل التيبل أريد أنا أن تكون الترويسات table head، وطبعا لها إغلاق table head. عندي الأولى مثلا ستكون name، سأكتب اللغة الإنجليزية للاستغناء عن التبديل اللغة كل مرة. ثم عندي أكررها، هذه طالما عندي أنا ثلاث ترويسات ستكون أي اثنان، هذه ثلاثة. name ثم سيكون age ثم سيكون phone number. هذا كذا صار عندي ثلاث أعمدة. بالنسبة للصفوف TR ولها إغلاق TR. الآن داخل الصف ماذا سأضع؟ سأضع القيم TD مثلا سيكون رهف باعتبار أول عمود هو الاسم، وأغلق TD. الآن سأكررها مرتين باعتبار سأدخل العمر وسأدخل الرقم الهاتف. العمر فرضا 19 والهاتف 2 أرقام. نكررها هذه. سأقوم بإنشاء صف آخر Ctrl C وللأسفل Ctrl V. سأغير الاسم مثلا ليكون زهراء، العمر 17 أو 16، الهاتف سأغيره قليلا. هكذا نقوم Ctrl S بالحفظ، ثم نعود للمجلد الذي كنا نفتحه واضغط مقرتان ونشاهد. هذه هي. عندي خطأ في الجدول، لا يظهر. هنا نغلق هذا.
لاحظوا ظهر في منتصف لكن بدون حواف بوردر. نستفيد من هذه القيم الموجودة. عندي اللي جعل حواف له بوردر هنا، أعطيه قيمة بوردر مثلا بوردر يساوي 2. نضغط حفظ ولنشاهد التغييرات، أحدثها من هنا. لاحظوا ظهر لي البوردر. إذا أردت التحكم في لونه عندي بوردر كلر للتحكم في لونه. بوردر كلر يساوي يعني مشروح سابقا كيف يمكن التحكم بالألوان، إما أن أضع قيمة 16 أو قيمة RGB أو الاسم الصريح. أنا سأجرب الاسم الصريح white، أحفظ، وهنا أعود للصفحة وأقوم بتحديثها. لاحظوا ظهر باللون الأبيض. عندي هنا قيمة cell padding، هي نفسها الهوامش، سنجرب استخدامها. cell padding، تأكد من الكتابة الإملائية لأنها يجب أن تكون صحيحة. cell padding لنفرض 1 وحفظ. لم نلاحظ الفرق. سأحاول تكبير القيمة فرضا 4 وأضغط حفظ ثم هنا أحدث. لاحظوا الهوامش حول الخلية تزيد حتى تظهر لكم أكثر. سأجعلها مثلا 8 وأكدوا في شكل الخلية الهوامش حولها كيف. الآن سأحفظ وأحدث الصفحة هنا. لاحظتم الهوامش حول الخلية تزيد. طيب بعد ذلك عندي الهايت وويت، نجرب استخدام هذه القيم. ارتفاع الجدول مثلا هايت يساوي سنقول 50 لنجرب هل القيمة صحيحة أم لا. ثم عندي الويث تساوي 200، نريد نضع هذا هنا ونحفظ ثم نحدث الصفحة هنا. لاحظوا قيمة عرض الصف قد تغيرت وتغير الارتفاع. ماذا لدي أيضا في القيم؟ height width border color جربناها. خلفية BG color حسنا، سأقول BG color يساوي، سنجرب القيم سنجرب القيم الـ 26. نعم، فنضع رمز الهاشتاج. عندي أول قيمتان للأبيض سنجعلها 00، الأخضر سنعطيه على قيمة FF، ثم 00 للأزرق. نحفظ ونجرب تحديث للصفحة. لاحظوا ظهر اللون الأخضر. طبعا درجة اللون بالتحكم بالقيمة، مثلا أريد أنا عندي AA قيمة أقل. لاحظوا ظهر بلون قاطع أكثر. وبذلك نكون تحدثنا عن الوسم تيبل والقيم التي يأخذوها الخصائص وكيف يمكن أن نجعل له أعمدة وصفوف. بقي إن شاء الله في مقطع قادم، باعتبار أن للأسف الآن شحن الحاسب لا يكفي لي
استمرار بالتحدث عن الاستضافة إن شاء الله في مقطع لاحق تحدث عن الاستضافات المجانية. والآن دمتم بخير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.